أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، المرة اللي فاتت اتكلمنا عن يعني بعض ملامح كده من علم العقيدة، وقلنا النهاردة نحاول نتكلم في المبادئ العشرة، وإحنا ناخد لنا في المقدمة مرتين ثلاثة ونقراهم، وهي يعني منظومة سهلة قوي، هي 57 بيت، 57 بيت مش 58، 57. هذه المنظومة يعني الرائعة دي من بحر اسمه بحر الرجز. بحر الرجز ده بحر سهل قوي، وكان الصبيان بيحفظوها زمان، عشان كده الشيخ سماها عقيدة الإيه العوام. وإحنا قلنا لحضراتكم إن فيها سيرة وفيها أنبياء وفيها بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي، سطر ونص هيقعد يطلع عينينا في ساعة علشان نسمع زوجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحداشر، ويتلخبط بقى، ننسى مرة أم سلمة، ننسى مرة حفصة، لكن الراجل حطهم في سطر ونص، بناته وأحفاده، عمام اللي أسلموا، عمات اللي أسلموا، حاجات جميلة وفي غاية الجمال. هذه المنظومة اللي هي المسمى بعقيدة العوام ليها رؤية، هذه الرؤية ذكرها مولانا عمر الجاوي. الجاوي انتقل تقريبا 1316، يعني في الحدود دي. هذا الرجل الجبار الماتع ده ذكر في بداية شرحه، ولو شرح حلو اسمه نور الظلام، تلاقوه في موقف في مكتبة الحلبي على العقيدة دي. رأى ان صاحب المنظومة نفسه شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وسيدنا النبي كان واقف جنبه صحابة وقالوا هذه المنظومة لحد قبل ما يدخلوا، يعني لحد الخليل والكليم موسى عليه السلام، والباقي الشيخ كمله لوحده، وكل بيت يتقال الصحابة تقول آمين. أولا رؤيا النبي حق صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نكذب. ولما واحد يقول لك رؤيا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست شرع، يعني مثلا أنا شفت في المنام أبويا الله يرحمه بيقول لي اتبع عجل، بقى ذبح العجل ده واجب عليا؟ لا مش واجب، ليس شرع. طيب واحد بيحكي ان هو شاف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الرؤية لا تصدق ولا تكذب، يعني انا ما كذبوش، هو بيحكي عن حاجة هو بس اللي يعرف انها ان كانت صح او خطأ، انا ماليش دعوة. الكلام اللي انا بحكيه ده في اصول الفقه، فالرؤية لا ينبني عليها احكام، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الرؤية فعل خير، لكن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي إلا بخير. خلي بالك يا مولانا، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لازم تيجي يا مولانا بخير. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بشروا بالجنة. ما رؤيا النبي حق أصلا. واللي يشوفه هيشوفه، ولذلك مين اللي هيشوف النبي يوم القيامة؟ نشوف المسلمين الطيبين المحترمين أهل الجنة إن شاء الله. من رآني في المنام فسوف يراني إيه حقا، فنشوف النبي صلى الله عليه وسلم وندخل وراء الجنة في الزفة المحمدية الكبيرة بقى. إذن رؤيا الأنبياء حلوة، والمنظومة دي منظومة عقيدة، ولذلك سموها منظومة الجنة، لأن سيدنا النبي في الرؤيا، وأنا ماليش دعوة دي رؤية الشيخ وأنا مصدقه، سماها منظومة الجنة ليه؟ لأن سيدنا النبي بشر من يحفظها بالجنة. هذا الكلام أنا بقول لك المرجع أهو،
نص عليه مولانا عمر الجاوي في كتاب اسمه نور الظلام شرح عقيدة العوام، هتلاقوه في مكتبة الحلبي. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اديني قلت لك المرجع اهو. ورؤيا النبي حق، ورؤيا الانبياء عموما تأتي بالبشرى وتأتي بالانذار. فلو عاصي يعني يخاف بقى ويرجع لربنا، ولو حاجة حلوة ربنا يكرمه إن شاء الله. لكن رؤيا النبي جميلة صلى الله عليه وسلم، ورؤيا النبي تأتي بالخير وتأتي بالبشرى، والرؤيا جزء من 46 جزء من إيها؟ من النبوة. لكن اللي يقول لك أنا شفت النبي فرحوه بقى كده وبشروه بالجنة إن شاء الله. والمنظومة دي فيها بركة، فيها بركة في غاية الجمال. بس نمشي مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة، احنا عشان نقرأ علم العقيدة اللي فيه المنظومة دي يا سيدنا، في حاجة اسمها عقيدة العوام. بعيدا عن المصطلحات الصعبة، عقيدة العوام بداية. عقيدة العوام احنا عاوزين الحاجات الضرورية التي لا يسع المسلم جهلها. عقيدة العوام حاجة تتناسب بلطف مع الصغار. طب احنا كبار وماله، ايه المشكلة؟ هنبدأ نبقى صغيرين في العلم من دلوقتي، فالدنيا سهلة ان شاء الله. اول حاجة، المبادئ العشرة لكل علم. المبدأ الاولاني هو التعريف. فتعريف علم التوحيد، تعريف علم العقيدة، العلم اللي احنا بنقراه. علم التوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد، ده لغة بقى، أنا ماليش دعوة، ده ابن الوحيد. كلمة ابن الوحيد يبقى علم، بأن الست دي مش مخلفة غير مين؟ بص، ده الجنيه الوحيد اللي أملكه، دي الشقة الوحيدة اللي عندي. فهنا توحيد العلم بأن الشيء واحد، ده لغة بقى ملوش دعوة بربنا، لغة ده حاجة مفتوح. اصطلاحا، هنبتدي بقى نضيق بقى، اصطلاحا ده عند أهل الفن. طيب اصطلاحا عبارة عن ايه؟ حد يفتكر كده أي تعريف اصطلاحا لعلم العقيدة، علم التوحيد؟ ها، حاول تجيب معايا كده. ماشي، ها، علم، لانه ده علم، ما دام علم يبقى له رجال، ما دام علم يبقى له كتب معتمده، ما دام علم يبقى في طريقه يتوصل بيها، ما دام علم يبقى قابل للانتقال، تحمل والاداء. انا باخد اسمه تحمل، اداء انا بوصل لغيري، ادي معنى كلمه ايه؟ ها، علم. علم يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية. نقطة. يبقى التوحيد لغة ايه مولانا؟ العلم بأن الشيء واحد، خلاص خلصت، ده واحد. احنا عندنا مثلا، يعني مثلا انا بعيني بشوف كم قمر، قمر واحد، بشوف كم، تفضل، بشوف كم شمس، شمس واحدة، ده عيني انا كراجل بني آدم. فلما اقول لك الشمس تبص فوق، القمر تدور عليه، هو واحد بس. شرعا علم، علم له وسائله يا مولانا. علم ايه اللي بيحصل فيها؟ يبحث فيه عن ايه؟ ها، عن اثبات تحقق ايه؟ العقائد الدينية بالأدلة اليقينية. حد عايز حاجة في التعريف؟ طيب، العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، وضد العلم الجهل. وده تعريف برضو، التعريف التاني للعلم هو ضد الجهل. خلاص، العلم هو الإدراك الشامل للتصور، التخيل والفكرة والتصديق، تطبيقها في الواقع مثلا. يعني
العلم التعريف الاولاني ايه؟ معرفة الشيء على ايه؟ ما هو عليه. ايه ده؟ ده حديدة فيها ايه؟ فيها زراير. بتعمل ايه؟ ممكن تتصل بالناس. ازاي؟ فيها خط، فيها رصيد، فيها شحن. في الاخر خالص انا بعمل ايه؟ انا بكلمك على المحمول. يبقى انا عندي علم ولا ما عنديش علم؟ عندي. عشان كده بقول لك زراير وخط ومحمول ورصيد وكلام اللي انت عارفينه ده. طب اللي ما عندوش علم هيعمل ايه؟ ولا حاجه. ايه ده مولانا؟ ما اعرفش. يبقى انا ما عنديش ايه يا مولانا؟ ها، ما عنديش علم. لا، عندك علم اتكلم. العلم ده بقى مطابق للواقع يبقى اسمه حقيقه، مش مطابق للواقع يبقى اسمه كذب. اقول تاني؟ يعني انا دلوقتي بتكلم، ايه ده يا مولانا؟ ده حديده وفيها زراير وفيها شاشه وبتصور وبتستقبل مكالمات وفيها رصيد تتكلم المكالمات وفيها ارسال معرفش بتعمل ازاي. اسمها ايه يا مولانا؟ اسمه تليفون محمول. الكلام اللي انا قلته، ادي شاشه وهي بتصور وادي زراير وهي حديده، واحد هيكلمني دلوقتي اقول له سلام عليكم وهقفل التليفون وابعت له رساله بالارسال وتجي لي رساله تقول لي انت معاك 3.5 جنيه. الكلام ده تحقق في الواقع ولا ما تحققش؟ يبقى اسمه ايه بقى؟ مطابقه الكلام للواقع. ادي الكلام وادي الواقع، ادي الطبقه اهو، ادي كلمه مطابقه، الاثنين بزي بعض اهو. ادي مطابقه الكلام ايه مولانا؟ ها، للواقع. مطابقه الكلام للواقع اسمه ايه؟ حقيقه. اسمه ايه؟ حقيقه. كلام اللي بيقوله ده حقيقه، كلام مظبوط. عدم مطابقه الكلام للواقع اسمه كذب. فانا كمسلم اعتقد ان الله واحد، حقيقه ولا مش حقيقه؟ حقيقه. صدق ولا مش صدق؟ صدق. مطابق للواقع ولا مش مطابق للواقع؟ مطابق للواقع. يبقى ده جازم، كلنا نجزم ان الله ايه؟ واحد لا شريك له. بصوا بقى من الاخر خالص، ربنا اتنين. يا مولانا ازاي اتنين؟ اتنين. طب تعالى، لو ربنا اتنين كان إله عايز يخلقك أنت ولد وإله تاني عايز يخلقك بنت، يتخانقوا مع بعض بقى؟ طب لما يتخانقوا مع بعض إيه اللي هيحصل؟ لا هيعملوك لا واد ولا بنت. وده اللي ربنا علمه لنا، إن لو في إلهين الأرض إيه؟ هتبوظ. الأرض هتبوظ. إله يريد الإيجاد وإله يريد الإعدام. فلما إله رأيه يغلب الإله يبقى التاني المغلوب ملوش لازمة. فاهمين ايه؟ الكلام ده مش دليل نقلي. ليه؟ لان هو ده عايز عقل، هو ما لا يؤمن بالقرآن والسنة اللي انت بتناقشه. واحنا قلنا المرة اللي فاتت مناقشة الخصم بدليل يرفضه ده مش من قواعد المناظرة ابدا. طيب يا سيدي صلوا على النبي. لكن طبعا انا كمسلم، انا كمؤمن، الحمد لله انا راجل بأؤمن بسيدنا النبي، قال تعالى قل والله احد. الموضوع بالنسبة لي ايه؟ منتهي الحمد لله. صورة قل هو الله أحد لو نعرفه احنا مش عايزين حاجة تاني من حد. طيب إذن العلم، العلم اللي احنا بنتكلم فيه ده، طب ما هو ربنا عالم صح؟ وانت لما تذاكر تبقى عالم؟ لا، خلي بالك بقى، علشان احنا هنمشي في صفات ربنا المشوار اللي انا هقوله لك في المقدمه. سيادنا اللي مستصعب حاجه يسالني، اللي مش فاهم حاجه يسال، اللي حاسس انه تاه يسال، انا ما بزعلش خالص. ولو اعرف هجاوب، ما اعرفش اقول ما اعرفش، ما فيش مشكله، ما بكسفش الحمد لله من الحاجات دي. علمي انا دلوقتي حالا، قالوا لي 20 في 20 بكام؟ قلت ما اعرفش. راح واحد من المصلين اللي معاكم قال لي يا مولانا 20 في 20 ب400. طب الحمد لله، أنا بارك الله فيك، شكرا. من قال لأخيه جزاكم الله خيرا فقد وفى، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد جاب لي أكل وجاب لي شرب وجاب لي بيبس ووداني تاكسي وجاب لي كتب هدية واداني 100 جنيه، رحت قلت له جزاكم الله خيرا، اديته زي ما اداني من خيرات بالظبط. فقد ايه يا سيادنا؟ ده كلام النبي. شفتوا النبي حلو ازاي صلى الله عليه وسلم؟
عشان المسلم يبقى لسانه حلو. شكرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله ايها خيرا. انما جابوا لي الشاي، ميرسي، خلي ميرسي تنفعك بقى. دلوقتي يا سيادنا ركزوا معايا في الحته اللي احنا بنقولها دي، كنا بنقول ايه يا امين فاكر؟ 20 في 20 من 5 دقايق. انا ما اعرفش بعد 5 دقايق قالوا لي 20 في 20 بكام. راح واحد جه سالني قال لي يا مولانا 20 في 20 بكام؟ قلت له ب 400. الله، ده انت مذاكر. قلت له الحمد لله، ده انت عندك علم في الحساب. قلت له الحمد لله. ربنا بقى يعرف 20 في 20 ب 400 ولا ما يعرفش؟ علمي انا حصل بعد سبق جهل. انا من 5 دقايق ما اعرفش. ربنا، استغفر الله، علمنا علم ربنا علم ذاتي، علم قديم. يعلم ما كان وما يكون وما إيه. فعلم البشر جه عن سبق يا سيادنا. أنا مش مذاكر نواقض الوضوء، راح واحد جاب لي كتاب قعدت أقرأ نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء 6 أشياء وقعدت أحفظهم. يبقى حصل بعد سبق جهل ربنا. لا، 2، أنا علم إيه؟ حادث يعني مخلوق، أما علم الله قديم يعني مش مخلوق. 3، علمي له حدود. 20 في 20 ب 400. طب 20 في 30 بكام يا مولانا؟ استنوا بقى 5 دقايق يجي اللي قال لي اول واحد وانا اقول لكم 20 في 30 بكام. انا عن نفسي مش عارف. 600 عرفت انا. لا 600 بقى، خلي حد يجي يسالني دلوقتي. انا والله ما كنتش اعرف، والله ما حسبتهاش. فمن 5 دقايق انا ما اعرفش، دلوقتي عرفت. ها مولانا 20 في 30 بكام؟ ب 600. طب 20 في 40 بكام؟ قول يا حجة. ب 800. يبقى علمي انا طلع نزل له ايه، لكن علم ربنا لا، ربنا ليس له حدود. علمي انا له بداية وله نهاية. علم ربنا لا له لا بداية ولا له ايه نهاية. الحاجات دي هنمشيها. علمي انا مفتقر، انا عايز الحاجة تقول لي تغششني. انا مفتقر الى كتاب، انا مفتقر الى معلم. اما علم ربنا، استغفر الله، ربك من صفاته القائم بها القيام بالنفس. يعني ايه القيام بالنفس؟ اي لا يحتاج شيئا من احد. فهمت ولا فهمتهاش؟ ربنا غني يا سيدي، غني عن خلقه، عن خلقه. ربنا مش محتاج، انما انا محتاج. انا محتاج كوبايه الشاي، احتياج. انا محتاج جلابيه البسها، انا محتاج طلبه يسمعوا كلامي. ماشي يا سيدي، انا قبل ما اجي لك مذاكر الدرس اللي انا هشرحه النهارده، بس جيت ما لقيتش ولا طالب، اعمل ايه؟ روح، خلي علمك ينفعك بقى. فالشيخ عايز طلبه، والطلبه عايزين شيخ، والطلبه عايزين كراسي يقعدوا عليها، والشيخ عايز ميكروفون يوصل كلامه. يبقى كلنا الاحتياج ده اسمه الافتقار. ولذلك كل الخلائق تفتقر إلى الله، والله لا يفتقر إلى أحد. ده كلام سهل اللي احنا هنقراه في العقيدة. يبقى علم، فهمتوها؟ علم ده ماله بقى؟ يبحث فيه. انت بتدور على ايه؟ بدور على تصحيح العقيدة، بدور على عقيدة سليمة، بدور على ان ما حدش يضحك عليا. لما واحد يجي يقول لي استغفر الله استغفر الله، زي الجماعة المجسمة، ربنا له صورة. بعد كلامهم بقى انا مال، انا زعلان ليه؟ مش عايزكم تنزعجوا. المجسمة صفوان بن جهم مصور ربنا بصورة راجل، وقال انه راجل بيلبس عمة. احنا لو جبنا بتاع الفجل يقول الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. دي قاعدة الجماعة الصغيرين كانوا يقولوها. وإن الله لا يتصور، ليس كمثله إيه شيء. ونحن ننزه الله تعالى أن يتصور بمنها بخلقه. دي حاجات خفيفة كده، بسيطة كده، في علم العقيدة تمشي. لكن نحن ننزه المولى تعالى أن يتشبه، أن نشبهه بمنها بخلقه.
يا أخوانا، ربنا ليس له نظير وليس له شبيه وليس له مثيل. تعالوا نترجم الكلام الأجنبي ده، تلاقي الخطباء في المساجد يقولوا كده، إن الله تعالى ليس له نظير وليس له شبيه وليس له إيه مثيل. ليس له نظير يوافقه في وجه من الوجوه. إيه الفرق بيني أنا وبين مين؟ أي حد خلو ربنا، وبين عم إبراهيم البواب. يلا، أنا راجل وعم إبراهيم البواب إيه راجل، بس أنا معي لسانس، عم إبراهيم مع عددية، أنا مربي دقني، عم إبراهيم حالي دقنه، أنا متجوز مع 3 عيال، عم إبراهيم متجوز مع 5 عيال، أنا صعيدي، عم إبراهيم فلاح، أنا مذهبي شافعي، عم إبراهيم مذهبه مالكي. إحنا اتفقنا في إيه؟ اتفقنا في إيه؟ في وجه. يبقى أنا وعم إبراهيم إيه؟ شبه بعض ولا زي بعض ولا نظراء؟ إذن النظير هو من يوافقك في وجه من الإيه؟ في واحد، في مخلوق يقدر يقول أنا أوافق المولى في وجه من الوجوه. أبدا ولا حاجة خالص. أنت مين أنت عشان تبقى زي ربنا؟ أنا ماشي معاكم ببساطة بالراحة، ما تخشوش في الكلام الكبير. جميع المسلمين نزهوا ربنا، وفي فرق يعني، بس رجعني لشبيه ونظير عشان بس الإيه ما نتوهش للناس اللي بيسمعونا. الدكتور المصير تعرفوه؟ رحمة، تعرفيها ماما؟ ده كان رئيس قسم العقيدة. حد فاكر اسمه؟ محمد أحمد أحمد إيه؟ محمد أحمد سيد المصير. ده كان رئيس قسم العقيدة، مات الله يرحمه تقريبا 2006 2007 2008 يعني، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته. ده عالم وابوه عالم، يعني من عيلة علماء ربنا يرحمه. قال كلمة على غلاف كتابه في العقيدة، الكلمة دي لو أنا طول أعملها برواز وأحطه في أوضة النوم عشان لما أصحى أشوفها أحطه. قال إيه؟ قال العقيدة كدين لا خلاف، لكن العقيدة كعلم نختلف. أقول تاني، العقيدة كيا مولانا ها؟ كدين لا يقبل خلاف، لكن العقيدة كعلم ها؟ اختلف. إذا في خلاف في العقيدة ولا مفيش؟ ممكن. في اجتهاد في العقيدة ولا مفيش؟ في. العقيدة كدين، الله واحد. مين النبي بتاعي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتها ولا فهمتهاش؟ ويوم القيامة حق، والرسل حق، والكتب السماوية حق، والقضاء خيره وشره حلوه ومره حق، والملائكة حق. الله، حد مختلف عن أركان الإيمان الستة؟ حد مختلف؟ تعالوا بقى، الكتب السماوية مؤمنين بيها ولا مش مؤمنين؟ مؤمنين. بس خلي بالكم كم عدد الكتب السماوية؟ 104 103 105 نزل على شيس 50 صحيفة. رأي كتب تقول نزل على شيس ابن سيدنا آدم 60 صحيفة، مين فيهم غلط ومين فيهم صح؟ اختلافات روايات. اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا. نؤمن ان في ملائكة ولا ما نؤمنش؟ نؤمن. الملائكة حق ولا مش حق؟ حق. القبر حق ولا مش حق؟ حق. البعث حق ولا مش حق؟ حق. الكيفية ايه؟ اختلفوا خلاص، اختلفوا، مش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ولا لا؟ 3 آراء. رأي قال رآه بعين الجارحة اهي، رأي قال بقلبه، رأي قال ما شافوش. المذهب ده رجح ده هنقول، المذهب ده رجح ده هنقول، المذهب ده رجح ده هنقول، لكن ما نزعلش. لكن لا ينزعجوا لما نقول ان سيدنا النبي رأى النبي حق، ده مش كلامي، ده كلام ابن عباس.
السيدة عائشة قالت ما شافوش. اختلفوا الصحابة ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا. رؤية الله بنقراها في العقيدة ولا في الفقه ولا بنقراها في البلاغة والأدب؟ في العقيدة. لكن خلاف في العقيدة كدين ولا العقيدة كعلم؟ احنا ما انكرناش الإسراء ولا انكرنا المعراج، احنا اختلفنا في مسألة، شاف ربنا ولا ما شافش ربنا؟ بقول شاف سيدنا النبي، شاف ربنا. ايه دليلك يا مولانا؟ دليل ابن عباس. طب ابن عباس اختلف مع السيدة مين؟ عائشة. في انا عندي قاعدة بتقول لي اذا اختلف الصحابة يقدم المثبت على مين؟ على النافي، لان المثبت لازم يجيب دليل. طب يا مولانا انا بأيد رأي السيدة عائشة، وده موجود في البخاري ان سيدة عائشة قالت ان سيدنا النبي ما شافوش. خلاص يا مولانا انا مش زعلان. رأي ولا مش رأي؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد. خلاف ولا مش خلاف؟ خلاف. يبقى الواحد يوسع صدره عشان الدنيا ما تبقاش لا بالراحة. والتوحيد مش أسماء وصفات، أنا عندي نبوة إلهيات ونبوات وسمعيات، ومش معنى ذلك إن حاجة ما عجبتكش خلاص الدنيا قامت. لا بالراحة، خد الأمور بالراحة. وإحنا بنقرأ عقيدة اسمها عقيدة ليها العوام، يعني ما تدخلوش العوام في مشاكل أكبر منهم. أرجع وأقول تاني، مخ البني آدم له حدود، فلما نحط الفيشة في الكهرباء لو الكهرباء أقوى منها هتفرقع. أقول تاني، فمش عايزين مخ الناس تضرب. وكانوا زمان يروحوا يقولوا ايه؟ قال لك ابحرت في علم العقيدة 40 عاما فخرجت الى شاطئ، اللهم ارزقني عقيدة العوام. عقيدة العوام روية ونسب على لمولانا الامام ابو حنيفة انه كان بيدردش مع غلبانة بتبيع فجل وجرجير، قال لها ايه الدليل على وجود الله؟ تعالى ندي لك ادلة عقلية وادلة ايها نقلية، وندخلك بقى في شوية تفريعات لحد ما تقول أمين. الغلبانة قالت له 3 حاجات. قالت له سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات، ألا يدل ذلك على وجود الواحد القهار؟ راح أبو حنيفة ما فتحش بقه، سمع الكلام ومشي، ما قالتلوش قل هو الله احد، ناقشته بدليل ايه؟ عقلي، عشان يفكر بقى. يا اهل الخير، ادي لا نظير، يعني ايه؟ يوافق في وجه من الوجوه، ولا شبيه في اغلب الوجوه. انا ليا شبيه في اغلب الوجوه. واحد اتخرج معايا سنة 95 كلية الشريعة والقانون شعبة عامة، هو امام مسجد، بس ايه بقى؟ في اختلافات بقى. هو صعيدي وانا فلاح، هو امام مسجد في ادارة الشرقية انا في ادارة الغربية، بس هو مسلم وانا مسلم، راجل وانا راجل، متعلم وانا متعلم، شريعة وانا شريعة، اوقاف وانا اوقاف. فاغلب الوجوه زي بعض، بس في خلاف اسمه ايه؟ مثيل زيه بالظبط. زيه ايه؟ يوافقه في جميع الوجوه. ربنا سبحانه وتعالى لا له لا نظير ولا شبيه ولا مثيل. امال ربنا ايه؟ ليس كمثله شيء. خلاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.